اديني يا حاج اشتريت التليفون اللي نفسي فيه. اه حلو التليفون اللي في ايدك ده. وعلى كده انت جايبه بكام؟ جايبه ب ايه؟ قاعد بتفكر بقالك كتير ليه؟ لسانك تقيل ولا ايه؟ ما تقول جايبه بكام؟ ب 100 جنيه. 100 جنيه؟ طب بما ان التليفون ده ب 100 جنيه فخد امسك 100 جنيه هي وهات لي تليفون زيه. لا لا ما خلص، كانت اخر حته وانا اخدتها. طب خلاص هات التليفون اللي في ايدك ده اخده ليا انا. تاخد يا بابا؟ لا طبعا. لا تجيب لي تليفون زي اللي معاك. لا ما تاخده وتروح ترجعه. يلا روح ارجعه. رجعه؟ امشي من هنا. خلاص يا حاج انا هروح ارجعه لما اخد بقى ال 100 جنيه ديت، بما ان انا مش عاوزها واروح اتبرع بيها لفلسطين.